السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الأصدقاء. أتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. دائما إخواني الأعزاء، في إطار الروتين اليومي اللي كنحطو، الفيديوهات اللي كنحطو، اليوم إن شاء الله هادي راه تقريبا منتصف الليل، جيت يعني الطويرات كاملين الحمد لله قلبتهم حيت ما شفتهمش هاد العشيه، كل شيء يعني واكل الحمد لله الا هاد العشيش شورا تبارك الله. كيف ما كتشوفوه يعني راه والو، راه جيعان ما واكلش، شو مساكن غاديين يموتوا بالجوع كاع، وربما هذا كاع سخفان كاع على ما اظن، ولا ربما هو اللي غيكون واكل دونك سخفان. دونك هنا فين كنهضروا على الانتاج الوفير، ودائما كنهضر الانتاج الوفير، الانتاج الوفير الا ما قابلتيش الطويرات ديالك راه ما يمكنش غادي تحصل على انتاج وفير. دابا ناخذ لوكا ديال هاد الطويرات، هادو غالبا يقدر، ماشي اكيد ولكن يقدر، الا ما وكلتهمش دابا وما وكلاتهمش امهم دابا غدا يقدروا يصبحوا ميتين، وعادي راه بزاف منا اللي كتوقع عليه هذه المشكله، كيصبح كيكونوا الطويرات بخير وعلى خير حتى كينوض من الصباح كيلقاهم ميتين. السبب ما كيعرفوش، هذا من بين الاسباب. سبحان الله، كاين شي نهار الام تكتجي ما كتوكلش، علاش ما عرفش، بحال دابا هاد الانثى هاي عندها الباطي عند الما ديالها، ما عرفتش علاش ما كتوكلش، الله اعلم. دونك غادي نوكلهم ان شاء الله، دونك غنحاولوا نوكلهم في هذه الاثناء قبل ما نخليهم يمشيو. غير هو الطريقه للاخوان ديال الاكل سيرتو بالنسبه لهاد البره، راه خاصكم تردوا معاه البال، راه كاين الانسان اللي كيجي وكيخشي البره في الفم ديريكتوما، راه دائما بني كنبغي نوكل بهاد السورانك ديما كنمشي كنهبطها في اتجاه ديال اليمين، اتونسيو تهبط في اتجاه ديال اليسر ولا نيشان دائما. هما راه الشوها كيف ما كتشوفوها راه يعني راه عوجة واحد شويه جهه اليمين، بحال هكا كتهبطها، لانك لا هبطت جهه اليسر راه يقدر الطير مول امانه دعامته، لانه كيتصمت ربما وقيل الطريق ديال التنفس ديالو ولا شي حاجه. دونك هانتوما لا لاحظتوا معايا هنا، ماشي اسمحوا لي، لاحظتوا معايا هنا الطريقه ديال التوكل، دائما كنهبط كنخشيها في الليل، فهمت؟ الى لاحظتوا ها هي دابا تهبيطه وحده، الطير هو عمر يعني هاد العبار، راه كيشوف هاد العبار مع المده الانسان كيولي شادو في يده. دابا انا كنهبط تبيطه وحده الطير كان عمر لي صافي ما كنعاودش، وكنحاول من يكون جابد ما نجبدش بالجد حيت كاين الطير اللي كيسد فمو كيقدر يتلوحيه ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لي هذه صراحه هادشي تا كتكون اجمل من واحد الناحيه، الانسان لما كانش عنده الوقت كيكون مزروب يعني كتسهل عليك الماموريه، ماشي بحال الشتا اللي كنوكلوا فيها. الشتا لا كان عندك عشيه ولا جوج، اما لا كانوا عندك العشوشه بزاف ولا انت زربان الشتا راه ما خداماش يعني بكل صراحه. غير هو الشتا عنده واحد لافونتاج اخر اللي كنذكرت شحال هذه، هو انها كتسهل عليك فطام الفراخ، والطير كتحط ليه فمو وكتخليه هو كيبلع كيكون احسن من هذاك الطير اللي كتوصل عليه لداخل صافي وكتخليه سوران. انا بارفوا كيكون عندي الوقت يعني وبني الطويرات كيبداو يكبروا ما كنبقاش نخشي هذه حتى يعني الحنزوله ديالو، كنولي كنحط ليه غير فمو وكنخليه هو يبلع. باقي هنا واحد الولدي ما وكلناش، هو هذا كما كتشوفوا باقي
راه باقي المساكن جيعانين. هانتوما معلش يعني تعميره وحده غير هو ما نعمرش عاوتاني بزاف، لان داك التعمار بزاف راه شويه كيكون صعيب عليهم. دابا باقي خاص واحد شوي دونك العمليه هي تمت بنجاح، الوليدات غادي يردوهم لامهم ان شاء الله صافي. دابا راه غادي تسخنهم يصبحوا بخير وعلى خير، وفي الصباح عاوتاني نراقبهم لربما تكون عندها شي مشكل، ما بقاتش باغا تفكر ولا شي حاجه، يعني نعرفوا هذيك الساعه كيفاش غنتعاملوا معها. وكما كنقول لكم دابا راه حنا كنشوفوا دائما نحل العشيه شمال الوسط ونقلب. هانتوما الحمد لله بالنسبه للعمليه اللي كنا درنا ديال لي فيرميكتين وهذاك اونتيبو، راه كيبان لي عطات الاكل ديالها، ولو النتيجه ما بانتش في الاول، ولكن دابا حد الامور غاده وكت يعني كتقدام، راه كنشوفوا الحمد لله راه الفاش بدا كي شويه ما بقاش عند جميع الاناث، كاين اللي باقي فيهم، ولكن هذوك اللي باقين فيهم غادي نحاولوا غير نوصلوا العش ان شاء الله، ونعاودوا نديروا اونتيبو ان شاء الله. ولا اقتدى الحال من هنا الواحد كان جوغ ولا شي حاجه نعاود عاوتاني ندير التقطيره، التقطيره ديال لي فيرميكتي، ما غير هي بني غادي نديرها ان شاء الله، غادي نخليها حتى دابا بحال هذه. هاي كبرات الوليدات، النهار اللي غيتفطموا الوليدات وغادا تبيض، حتى تبيض تكمل البيض ديالها، هادي فاش غندير لها التقطيره ديال لي فيرميكتي. يعني هذه هي الطريقه اللي كنستعملوا دائما الا بغينا نستعملوا شي دواء ديال لي فيرميكتي ولا شي حاجه كيكون احسن، حتى الا كان هذاك الدواء عنده شي تاثير على البيض، راه حنت راه كاينين الادويه اللي كتقدر تعطي العقم في البيض، حتى الا كان عنده شي تاثير ما كيتصور ليه حتى شي حاجه. ومني كتقطر ليها اصلا انا العش الثالث ان شاء الله غادي نحبس، حتى الا كنتي باغي تخدم عش اخر باش ما تاثرش على سميتو، ما تاثرش على البيض، دونك غتكون نهار لي بيضات باش غادا تبيض وتفقس وتفرخ الوليدات غتكون ديجا دازت 40 يوم، حيت هما الاغلبيه في هذوك الادويه كيعطيوك 40 يوم. راه كاينين حتى شي منتوجات ديال الدجاج كيقول لك الا درتي هاد التقطيره ولا شي حاجه خليها حتى تفوت 40 يوم عاد فاش تقدر تناول هذاك البيض، يعني راه ان راه كيكون شي تاثير في البيض، فلهذا باش تفاداو هذا المشكل راه كنديروا هذه العمليه. يلا اخواني تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.